علي نمر طالع انطل يزي الدولار انا وبفتح التليفون بلاقيك عامل انخفاض لا في حد حمام ولا ان اليابس احفاض وانا حامل كل دولار ما بقى تعمل انخفاض. تطور مفاجئ طرأ على الساحة النقدية اللبنانية، فما إن أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً يعلن فيه أن المصرف المركزي سيقوم ببيع الدولار الأمريكي حصراً من خلال منصة صيرفة ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم، حتى انخفض سعر صرف العملة الخضراء من 40,500 ليرة إلى 35,000 ليرة. هلا هو عامة لمين المصرف المركزي يتدخل بيع للدولار حكماً يعني زاد العرض وبالتالي صار في كميات معروضة بتلبي الحاجيات، هيدي أمر تقني يعني له علاقة بالعرض والطلب. الأمر الثاني اللي هو كمان بيؤدي لانخفاضه عندما أعلن أنه نحن ما حش هنشتري، ما هو الواضح أنه خلال الأسبوعين الماضيين عندما زادت موازنة ميزانية المصرف المركزي عرضوها وفيها زيادة باحتياطيات وموجودات الخارجية 470 مليون دولار، معناته أنه كان عم يشتري من السوق المصرف المركزي. أعلن أنه ما حش هيتوقف عن الشراء نهار الثلاثة، يعني ذلك انه ما عاش بده دولارات. نعم. وبالتالي حاجته صارت اكثر للليره اللبنانيه، ما يؤدي لتحسين قضيه الليره اللبنانيه. نعم. هذا الاجراء تقني، وهذا اجراء المصرف المركزي عامه بيقوم فيه اي مصرف مركزي بالعالم. هي ليست المره الاولى التي يصدر فيها الحاكم تعاميمه نهار الاحد، إلا أن هذا التعميم كان وقعه مختلف على المتابعين، إذ تراقب الأسواق المالية هذه التطورات وسط انتشار معلومات عن التوجه لاعتماد سعر صرف جديد وموازن لسعر دولار المستوردات عند مستوى 15,000 ليرة، مع إمكانية ضعيفة لاعتماد سعر انتقالي يبلغ 12,000 ليرة. ما هذا أول شيء غير منطقي وغير واقعي، لأنه الدولار ما عنده إمكانية أول شيء المصرف المركزي ليثبت على سعر 12 أو 15 أو حتى 30 في ظل غياب الثقة. نحن ليتراجع بعده، وبعد نتأكد أنه اتجاه سعر الصرف هو تصاعدي، حتى لو نزل هاليومين الثلاثة وجمعة وجمعتين، بس الاتجاه العام تصاعدي، لأنه ما الأسباب اللي هي وراء تراجع سعر الصرف بعد ما انتفت، يعني بعد عندي انتظام بالعمل الدستوري والعمل المؤسساتي غير موجود. يعني ما صار عندي انتخاب رئيس، ما صار عندي حكومة، ما استعدنا ثقة، ما صار في إصلاحات للذهاب لبرنامج مع صندوق النقد، وبالتالي هيدي العناصر الأساسية بتخلي سعر الصرف يتراجع وهي بعدها غير موجودة. قد تكون هناك إمكانية لصعود لاحق لسعر الصرف على اعتبار أن السيولة التي تستخدم في التدخل المركزي جاءت من السوق، وبالتالي لا سيولة إضافية أو جديدة ستساهم في انتعاش حقيقي وفق ما نقلت مصادر مصرفية لموقع لبنان 24. نحن في ظلوا السعر يتوازن بين العرض والطلب على هذا السعر الحالي القائم اللي هو 30-40 ألف. إذا ما زاد عندي مثلا ارتفاع بأسعار النفط عالميا، وبالتالي بده يزيد الطلب عندك المحلي على السعر لتزيد استيرادك، يعني إذا بدك هي عملية مرتبطة بحجم الاستيراد، مرتبطة بميزان المدفوعات والميزان التجاري. طبعا هيدا ممكن يتغير لأنه كمان في تغيرات بالاقتصاد العالمي ناتجة عن تضخم كبير عم بيصير بالعالم وارتفاع بأسعار النفط عالميا، وهذا أمر ممكن يصير، ولكن يبقى كمان تكهن، وأساسا نعيش في مرحلة بنسميها بالاقتصاد عدم يقين، وهي بتخلي كمان الدولار أو العملة عامة العملات تنهار أو تتحسن. وعم نشوف نحن زيادة بالطلب على الذهب آخر أسبوع، ملاذ آمن، بمعنى آخر أنه في عدم يقين بالاقتصاديات العالمية حكما سينعكس على لبنان. وسط هذا التخبط بين من يتوقع المزيد من الانخفاض أو العكس، تترقب الأسواق المالية في لبنان تطورات مهمة هذا الأسبوع على الصعيد النقدي، من شأنها إحداث تغييرات جوهرية على القطاع الاقتصادي
سيما وأنها تترافق مع تحولات سياسية محورية تشهدها البلاد.